مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص يعني احتفلنا يوم الماتش واحتفلنا امبارح شوية، التركيز كله دلوقتي على مباراة العودة. مباراة العودة بإذن الله يوم الجمعة في استاد القاهرة، وطبعا يعني مفيش شك ان موسيماني والجهاز الفني واللعيبة كلهم تركيز على مباراة الإياب، وخلاص نسيوا اللي فات ده وعارفين كويس قوي ومدركين ان البطولة لم تحسم بعد. ما ينفعش ابدا نستهين بالوداد كخصم، خصم ما عندوش اي حل في مباراة العودة غير ان هو يفوز لا قدر الله طبعا. فطبعا يعني قدامهم حلول كتير، هيكون في تغييرات في الخطة ممكن، فكل ده ما ينفعش ابدا ان احنا نستهون بيه، ولا ابدا ان احنا نستهين باي خصم في البطولة كلها سواء الرجاء او الزمالك او الوداد، ولا ايه يا احمد؟ طبعا اكيد يا ساره، مساء الخير على حضراتكم طبعا بدايه، ومساء الخير يا ساره. بالتاكيد الجوله الاولى اللي طال انتظارها زي ما بيقولوا، يعني احنا قعدنا كتير جدا ومشينا مشوار طويل جدا لغايه لما وصلنا لمواجهه الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. وبالمناسبه طبعا الف مبروك لنادي الزمالك اللي قدر يحقق الفوز امبارح برضو خارج ملعبه على نادي الرجاء. لكن الحقيقه لما نيجي نبص لها بنظره الحسابات، كانت مهمه جدا انك انت تقف على الارض وتشوف مستويات حتى الفرق اللي تعتبر يعني منافس محتمل بالنسبه لك في الدور النهائي، وده جزء طبعا هيكون من حلقتنا النهارده. الرجاء الزمالك واحد منهم ان شاء الله باذن الله حال تخطينا عقبه الوداد في مباراه العوده، ان شاء الله هنقابل الرجاء او الزمالك. فمهم جدا ان احنا يعني نبص على ماتش امبارح بعين ثانيه او بزاويه ثانيه. يهمنا طبعا تاهل فريق مصري، ده شيء ما فيهوش شك وشيء مش محتمل لاي نقاش. هنتكلم مع حضراتكم، وخصوصا انه الاهلي زي ما حضراتكم عارفين واخد راحه يومين، بكره ان شاء الله يرجع يستأنف تدريباته. اعتقد هيبقى في اريحيه كبيره في الماتش اللي جاي بحكم النتيجه اللي حصلت في الدار البيضاء، وبحكم كمان عوده اكتر من اسم اعتقد ممكن يكون اضافه كبيره جدا لسكواد النادي الاهلي.